وبالتالي الله حفظ لنا النص القراني كما نزل بالكلمه وبالحرف، وبقي 1400 سنه محفوظا، لنكتشف اليوم مثل هذه المعجزات، فنسبح الله عز وجل، ونحمده انه حفظ كتابه وارانا هذه المعجزات حتى يتبين لهم انه الحق. السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة اليوم معجزة لطيفة من سورة الكهف كلنا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ومن قرأها عصم من فتنة الدجال بإذن الله طب هذه السورة نمر عليها ولا ننتبه أن هناك معجزة لطيفة في آياتها وفي كلماتها تأمل معي هذه المعجزة اللطيفة أخي الحبيب أولا سورة الكهف كم رقمها في القرآن رقمها ثمانية عشر إذا فتحنا المصحف نجد سورة الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة تصل إلى سورة الكهف رقمها ثمانية عشر في هذه السورة نص يتحدث عن أصحاب الكهف، دقق معي هنا في البرنامج أخي الحبيب، هذا النص يبدأ من هذه الآية من عند أم حسبتَ هنا أم حسبتَ أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هذه الآية رقم واحد التي تبدأ بقصة أصحاب الكهف، الآية التي قبلها رقم ثمانية وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حديث عن الأرض يوم القيامة الآن الآية رقم تسعة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا كم جميلة هذه الرسائل للشباب اليوم كم تبعث بالطمأنينة أيها الأحبة انك ايها الانسان دائما كن مع الله التجئ الى الله سبحانه وتعالى دعك من الناس الانسان اذا لجات اليه سيخذلك كن مع الله دائما هؤلاء الشباب قلوبهم تعلقت بالله سبحانه وتعالى لذلك الله نجاهم من الملك الظالم وجعلهم معجزه وايه الان هذه الايات كما نرى امامنا واذا اعتزلتموهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال طبعا هذه الآيات تتوالى حتى نصل إلى قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وهكذا حتى نصل إلى قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض، ابصر به واسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك. اذا اخر ايه رقمها 26، اذا النص يبدا بالايه رقم 9 وينتهي بالايه رقم 26، قد نقرا هذا النص مئات المرات ولا نلاحظ هذه الملاحظه اللطيفه. كم عدد ايات هذا النص؟ وما علاقه هذا العدد برقم سوره الكهف رقمها ثمانيه عشر دعوني اعد معكم هذا النص كما يظهر في البرنامج امامنا من الايه تسعه انظر معي اخي الحبيب انا هنا لدي الايه رقم تسعه عشره وهنا المربع يعطيني الايات المحدده هنا هذا المربع كلما انتقلت وحددت على ايه يعطيني الايه المحدده الآية رقم أحد عشر ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إدعش اتناش عشر أربعة عشر سيقولون الثلاثة الرابعهم كلمهم هاي الآية رقم أربعة عشر خمسة عشر ولا تقولن لشيء إن إني فاعل ذلك غدا ستة عشر إلا أن يشاء الله 17 ولبثوا في كهفهم 18 قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا اذا عدد الايات هنا انتبه معي الايات محدده كم؟ ثمانية عشر اذا رقم سوره الكهف ثمانية عشر وعدد الايات التي تحدثت عن قصه اصحاب الكهف ثمانيه عشر اذا هذا احكام الهي ان الله عز وجل وضع لنا هذا الرقم لكي نعتقد ونستيقن انه لا يوجد عبث او فوضى او عشوائيه في القران نص محكم يتالف من ثمانية عشره ايه ورقم سورة الكهف ثمانية عشر في هذه الآيات اللافت للانتباه آية ذكر فيها عدد أصحاب الكهف هذه هي الآية أيها الأحبة رقمها 22 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم هذه الآية فيها أيضا معجزة أخرى انظر معي أخي الحبيب هذه الآية أعطتنا احتمالات عدد أصحاب الكهف. الاحتمال الأول ثلاثة رابعهم كلبهم، يعني أربعة. الاحتمال الثاني ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، الاحتمال الثاني ستة. يعني خمسة والكلب رقم ستة، يعني ستة ستة المجموع ستة. الاحتمال الثالث والأخير سبعة سبعة وثامنهم كلبهم، أي أي ثمانية المجموع يعني. إذا أنا لدي.. ثلاث احتمالات هنا أربعة ستة ثمانية صح سأكرر دقق معي هنا أخي الحبيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يعني كم المجموع أربعة هم ثلاثة والكلب أربعة يعني المجموع أربعة احتمال الثاني ويقولون خمسة سادسهم كلبهم يعني عددهم خمسة والكلب هو رقم ستة، إذا المجموع كم؟ ستة، إذا الاحتمال الأول أربعة الاحتمال الثاني كم؟ ستة رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هذه الواو تسمى واو الثمانية لذلك بعض المفسرين رجح أن عدد أصحاب الكهف هو سبعة وثامنهم كلبهم يعني الاحتمال الثالث كم؟ ثمانية المجموع. طيب أريدك أن تجمع معي الآن هذه الاحتمالات الثلاثة الواردة في الآية. أربعة احتمال أول أربعة، ثلاثة مع الكلب أربعة. الاحتمال الثاني ستة، كم المجموع؟ عشرة. الاحتمال الثالث كم؟ ثمانية، سبعة، وكلبهم ثامن كلب. طيب عشرة زائد ثمانية ثمانية عشر هذا هو رقم سورة الكهف <applause> يعني سبحان الله حتى الاحتمالات التي تداولها الناس وعبر عنها القرآن بصورة رائعة صورة بلاغية رائعة جاء عدد مجموع هذه الاحتمالات أربعة ستة ثمانية مجموعها ثمانية عشر سبحان الله يعني أمر يدعونا للتعجب من كان يخطر بباله مثل هذه المعلومة أن نجدها في القرآن على الرغم من كثرة قراءتنا لسورة الكهف وكثرة استماعنا لها المعلومة الثالثة واللطيفة جدا حقيقة يعني أن هذه الآية طويلة جدا قياسا للآيات التي قبلها يعني انظر أخي الحبيب انظر معي هنا يعني الآية هذه 33 كلمة هنا عدد كلمات 33 التي قبلها 32 30, قبلها 13 38 إذا يوجد آيات أطول منها ويوجد أقصر منها ولكن هذه الآية بالذات هنا الآية 34 وترى الشمس وإذا اعتزلتمهم 19 هؤلاء قومنا 18 وربطنا على قلوبهم 19 يعني انهم ان يظهروا عليكم 13 طيب هذه الايه لماذا 33 هذه الايه انظر معي هنا دعوني اعد الكلمات وساقول لكم السر انظر معي اخي الحبيب هنا سيقولون هذه الكلمه رقم واحد الان نحن نعد الكلمات لماذا اعد كلمات هذه الايه ركز معي اخي الحبيب لان هذه الايه فيها اكبر عدد من الاعداد على مستوى القران يعني حتى على مستوى القران هذه الايه ورد فيها الرقم ثلاثه، ثلاثه رابعهم كلبهم، والرقم اربعه والرقم خمسه وسادسهم يعني سته وسبعه وثمانيه، اذا فيها سته ارقام. هي الايه الوحيده في القران التي فيها سته ارقام، طيب دعوني اعد كلمات هذه الايه. سيقولون واحد، ثلاثة، اثنان، رابعهم، ثلاثة، ركز هنا أخي الحبيب رجاء ركز معي هنا على المربع الأصفر هنا عدد الكلمات كلما حددت كلمة هنا في الأعلى العداد هنا يزيد واحد، انظر معي كلبهم أربعة ويقولون خمسة، طبعا الواو هنا نلحقها بالكلمة التي بعدها خمسة ستة سادسهم سبعة كلبهم ثمانية رجما تسعة بالغيب ويقولون سبعة اثناش وثامنهم ثلاثة كلبهم أربعة عشر قل خمسة عشر ربي أعلم بعدتهم ثمانية عشر شوف أخي الحبيب سبحان الله لما قال قل ربي أعلم بعدتهم كلمة عدتهم رقمها عشر يعني انظر الى الى ترابط الكلمات وتسلسل الكلمات وموضع كل كلمة يعني عندما قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم بعدتهم رقم 18 نفس رقم سورة الكهف ونفس رقم عدد آيات قصة اصحاب الكهف سبحان الله دعونا نكمل ما 19 عشر يعلمهم 20 هنا دقق معي هنا اخي الحبيب على هذا العداد هنا الا قليل 22 فلا تمار فيهم 25 الا مراء 27 ظاهرا 28 ولا 29 تستفتي 30 فيهم 31 منهم 32 أحداً ثلاثة وثلاثين كلمة. طيب لماذا ثلاثة وثلاثين كلمة؟ ما علاقة العدد ثلاثة وثلاثين بالأعداد الواردة داخل داخل هذه الآية؟ قلنا هذه الآية تحتوي على ستة أعداد: ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. صح؟ الآن قرأناها. دعوني أجمع الأرقام الواردة في الآية. كم تتصور أخي الحبيب سيكون العدد؟

الله عز وجل وضع في هذه الآية أرقام مجموعة 33 وركب هذه الآية صاغها من 33 كلمة <applause> لاحظت لاحظت البناء البناء المحكم يعني عندما يقول كتاب أحكمت آياته يعني أنا أصبحت أنا أنا شخصيا بعد أن علمت هذه الحقائق أصبحت أتذوق الآية بطريقة مختلفة أتدبرها بطريقة مختلفة يعني ليس فقط كتاب أحكمت آياته هكذا لا هذه كلمة لها معنى لها معنى لغويا انظر معي لغويا أنت لا تستطيع أن تضيف أو تحذف كلمة واحدة إذا حذفت سينقص المعنى وإذا أضفت كلمة لن تضيف شيئا جديدا للمعنى ستكون كلمة زائدة كذلك لو فكر أحد أن يحرف القرآن يعني مثلا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا لو حذف كلمة فيهم قال ولا تستفتي منهم أحدا ما الذي سيتغير لغويا طبعا أكيد هناك تغير ولكن لم يلحظه أحد لو أن أحدا حذف عبارة رجما بالغيب يعني قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ثم قال ويقولون سبعة وثامن كلبهم حذف هذه العبارة رجما بالغيب لن يلاحظ أحد هذا التغير ولكن لو أن أحدا عبر 1400 سنة حذف كلمة واحدة من هذه الآية لاختل هذا البناء ولم نرى هذه المعجزة أصلاً ولن نكتشفها وبالتالي الله حفظ لنا النص القراني كما نزل بالكلمه وبالحرف وبقي 1400 سنه محفوظا لنكتشف اليوم مثل هذه المعجزات فنسبح الله عز وجل ونحمده انه حفظ كتابه وارانا هذه المعجزات وعلمنا ماذا نقول قال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها المؤمن فعلا يؤمن ان هذه ايه من ايات الله ومؤمن باعجاز هذا القران ولا يزيده الاعجاز الا ايمانا هو, هو لا يحتاج الى دليل ليؤمن لا ولكن ليزداد ايمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا وبالتالي وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون او عما تعملون آه هذه الايه طبعا يعني فيها اسرار كانت مخفيه عنا اليوم بفضل برامج الاحصاء التكنولوجيا الرقميه ومن خلال فريق عمل طبعا تمكنا من رؤيه هذه المعجزه وبالتالي لا نملك الا ان نقول الحمد لله فعلا الذي ارانا هذه الايات التي تزيدنا جميعا ايمانا ان شاء الله، نسال الله ان ينفعنا جميعا بهذا العلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق.